الشريف منشطي هذه الندوة وهم الأساس لليوم العالمي. هناك جيل من الإعلاميين. المحور الأول سأتحدث فيه حين الإعلام الرقمي يصف قاعات في البلوس ماركية. أنا الهدف الأسمى هو أننا نصل في يوم من الأيام إلى تطوير الإعلام المتخصص، لأن الإعلام العام يبقى إعلام عام عنده جمهور عام، اللغة العامة التي يفهمها جميع الناس، بينما الإعلام المتخصص هو الذي يملح العمق وهو الذي يشكل الحزام الذي تنتقل عبره الثقافة من جيل إلى جيل، هو الذي يشكل المادة التي يمكن الاحتفاظ بها، التي يمكن أرشفتها، التي يمكن البناء عليها في المستقبل.